السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا وياكم لتكملة الدرس. طبعا أدري الموضوع أخذ كثير لكن ما بقى شيء. هنا احنا راح نعمل، بما انه احنا ذكرنا انه راح نعمل تكرار بالموضوع for تكرار لل provider data، نستطيع الاستغناء عن ال هاي اغلقها، عملنا الرو الثاني صح؟ نستطيع الاستغناء عن الرو الثاني، يعني انه نبقي فقط الرو الاول موجود والباقي اوتوماتيكيا احنا نكررها. كيف ذلك؟ عندنا image، عندنا text، عندنا text، عندنا view. بعد ال view اني بعد ما احتاج هذا همسحها، حيكون عندي الواجهة بهذا الشكل فقط. هذا حكررها بس على اساس الداتا اللي اني احصلها. كيف راح اعمل هذا الشيء؟ طبعا بالبداية اروح على الموفي ادابتر، في الموفي ادابتر اعمل مجموعة شغلات، منها هذا الببليك كلاس. اجي اعمل ميثود اخر، هذا الميثود حيكون اد ببليك void اد، حيكون اد لماذا؟ اد للاوبجكت. الاوبجكت اوبجكت انتر، اكتب هنا سوبر اللي هو هذا سوبر دوت اد اوبجكت، اد الاوبجكت. جميل جدا، هاي اول شغله حاعملها في الادابتر. بعد ذلك ارجع مره الاخ الى المين اكتيفيتي في الفور. هنا أنا يبقى اجي اكمل الستيتمنت، هعمل الاد ادابتر ادابتر دوت اد، هذا الاد حيكون في داخله الداتا بروفايدر. جميل، وبعد ذلك اجي اعمل انكريمنت اي بلس بلس، فارز منقطه، يبدي يدخل في الداتا ويبدي يطلع الداتا ويدي يرتب لنا اياها على شكل رو. يبقى شيء اخر، اروح لل مرت الاخ للموفي ادابتر. في الموفي ادابتر انا عملت اكستند للاراي. جميل، هعمل هنا الليست، ليست الاعتيادي. هذا الليست حسميها ليست المتغير نيو اراي ليست. اوكي، بعد ذلك اوكي هنا انا احتاج اعمل list dot add، هذا الاد حاعمله فارغ ما بقي بها اي شيء. جميل، هذا اول خطوه. بعد ذلك شو راح نحتاج؟ بعد ذلك نجي نعمل، طبعا هذا كلها في كلاس الموفي ادابتر. بعد ذلك اجي احتاج اعمل الببليك init get count، حيعمل لنا الحساب return ارجع this dot list حجم الليست شقد بيها عناصر. جميل، بعد ذلك اجي اعمل public object get get item، get item حيكون فيها ال init position position enter، هذا حيعمل return return، هذا حيعمل return this dot list، في داخل list حعمل ال get لل position. جميل، بعد ذلك احتاج الى method اخر اللي هو ال public view، public view get
view حيكون في داخلها init للposition زين init لل خليها يكون init position. طبعا هذا موبايلي دي دوك ما اعرف منو دي يتصل بيا. view الconvert حامل post بس اعرف منو دي يتصل وارجع مرة اخرى وياكم او نوقف الدرس ونكمل الدرس القادم. مع السلامة.